السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات كل المراحل التعليمية المختلفة، جميع هواة اللغة الإنجليزية. أنا دايماً بقول English is fun. Really؟ بالفعل يا جماعة English is fun. طبعاً في ناس كتير جداً متعقدة من حاجة اسمها English، برغم أن الإنجليش زيه زي أي مادة تانية. المفروض أن مفيش حاجة اسمها متعقد من المادة الفلانية، لا، أي حاجة بتتعلمها لازم بتتعلمها عن حب، لازم بتتعلمها بطريقة تحببك فيها. وطبعا احنا مؤمنين بان التعليم بيكون ستيب باي ستيب، يعني خطوه بخطوه، اوكي. فدلوقتي النهارده ان شاء الله معانا موضوع في غايه الاهميه، هو التمييز بين كلمتين في الانجليش. هنعرف الفرق ما بينهم في المعنى، الفرق ما بينهم في النطق، وهندي برضو اكزامبلز امثله عليهم، فخليكم معانا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ويلكم باك، اهلا بكم من جديد. الكلمتين احنا يا جماعه نتكلم عليهم النهارده، اول كلمه منهم ادفايس، A D V I S E. الكلمه دي يا جماعه هي عباره عن فيرب، فيرب يعني فعل. كلمه ادفايس معناها ينصح. I advise you to study hard. I advise you to listen to the teachers. I advise you to go to bed early. يبقى advise عبارة عن verb بيجي بعد السبجكت اللي هو الفاعل اللي هو في أول الجملة. بالنسبة لي البرونسيشن بتاع كلمة advise اللي هي الverb اللي هنتكلم عنه دلوقتي، خلي بالك الاس هنا، الحرف اس، the letter s is pronounced z z, it's not s. يبقى الصوت بتاعه z ما هوش s، اوكي. زي ما احنا شايفين دلوقتي يا شباب، ادي الصفحه ديت ماخوذه من الديكشنري، من القاموس الانجليش، انجليش ديكشنري. خلي بالك من الرموز كويس، السيمبلز اللي قدامك هتلاحظ ان هم ساوندز، اللي بين سلاشز عباره عن ساوندز، ما همش حروف ولكنهم ساوندز يعني اصوات. فخلي بالك من الساوند اللي قدامك ده اسمها ز ز، اتس ز ساوند. لذلك the proper pronunciation of it is، النطق الصحيح بتاعها يعني بيكون advise advise. من المعروف يا شباب ان الليتر اس، حرف الاس غالبا very very often when it's followed by the letter e، لما بيطبع بحرف الاي بيتنطق ساعتها ز، ما بيكونش ايه س. زي على سبيل المثال use بمعنى يستخدم، كمان مثال please، please بمعنى من فضلك. letter s اللي هو حرف الاس لما بيجي ورا حرف الاي بيتنطق هنا ايه ز، اوكي. طيب على النقيض من ذلك، يلا بقى نروح للكلمه الثانيه advice، A D V I C E. This word is a noun. الكلمة دي يا شباب noun. noun يعني اسم، اوكي. خلي بالك من البرونانسيشن، برضو هجيب لك الصورة بتاعتها من الديكشنري، الانجليش انجليش ديكشنري. قدامنا هو زي ما احنا شايفين، اللي قدامك بين slashes عبارة عن symbols of pronunciation اللي هي رموز الايه النطق، اوكي. فانت عندك خلي بالك الاس الصغيرة قدامك ديت sound، صوت، اوكي، ما هيش حرف، هي ايه صوت. اتفقنا ان اللي بين slashes دوت الصوت، اصوات، مجموعة اصوات. فالكلمة تتنطق advice advice advice، اوكي اوكي. طب كلمة advice عبارة عن noun زي ما احنا لسه قايلين، يلا يلا كده نشوف examples عليها. My advice to you is to study hard. نصيحتي ليك أن تذاكر بجد. My advice to you is to go to bed early. نصيحتي ليك أنك أنت يعني تذهب للفراش مبكرا. My advice to you is to listen to your teachers. نصيحتي ليك أنك أنت تنصت لمدرسينك. كده يا جماعة وضحنا الفرق ما بين advise the verb and advise the noun. طيب نخلي برضو بالنا يا شباب من إن the letter C is pronounced C.
بيتنطق س when it's followed by E. Okay, when it's followed by the letter E. حرف C لما بيجي وراه حرف E بيتنطق س مش بيتنطق ك. Okay, يبقى عندنا advice, عندنا برضو أمثلة أخرى زي عندنا face, face, balance, balance, التوازن, race, سباق, rice, الأرز, rice, mice, mice, اللي هي الجنب بتاع كلمة mouse, mice يعني فئران. فبلاحظ إن حرف C لما يتبع بحرف الإي دي تنطق س, ودي برضو ناس كتير بتقع فيها يا شباب. السي امتى تنطق س, امتى تنطق ك, ده مش الموضوع الأساسي بتاعنا النهاردة, لكن هنقوله على السريع. حرف السي تنطق س لو وراه أحد الحروف الثلاثة اللي أقول لك عليهم دلوقتي, منهم لتر إي, حرف الإي اللي احنا لسقينا عليه, منهم حرف الآي وحرف الواي. أوكي طيب كده يا جماعة نكون أنهينا حصة النهاردة أو الدرس بتاع النهاردة, الكبسولة بتاعتنا الخاصة بالتمييز ما بين the two words advise and advice, واخدنا examples عليهم. أتمنى أن يكون الفيديو فعلا فيديو يعني نفعكم, فيديو useful for you يعني مفيد لكم. لو عجبكم الفيديو ويعني زود لي معلوماتكم وسهل صعوبات عليكم, ياريت ما تبخلوش علينا بعمل لايك حتى أستمر معكم إن شاء الله في هذه السلسلة اللي هي سلسلة differences اللي هي الاختلافات, يعني الاختلافات ما بين الكلمتين كذا وكذا, سواء في النطق سواء في الميننج المعنى, وبنحط برضو الكلمات بتاعتنا ديت اللي احنا بنوضحها او نوضح الفرق بينهم في examples في يعني أمثلة عشان تبين لك الفرق ما بينهم. وأتمنى مشاركتكم معنا دايما على القناة باشتراككم طبعا وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلكم منا إن شاء الله كل جديد. ودايما بقول يا جماعة English is easy, English is fun. أوكي حب الإنجليزي, الإنجليزي يحبك, هتكره الإنجليزي, الإنجليزي سوري يعني هيكرهك. أوكي فاحنا عايزين نكسر any difficulty, نكسر أي صعوبة في الإنجليش في تعلم الإنجليش, ودايما بنقول step by step learning يعني التعلم خطوة بخطوة, اتعلم خطوة بخطوة ما تعقدش نفسك. الإنجليزي مادة زي أي مادة تانية, لغة زي أي لغة, محتاجة صبر محتاجة تركيز. ومش عايز أطول لكم بقى, ما تنسوش اللايك. أوكي السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.